صدقيني الحمد لله التكريمات اللي بتيجي من خلال اصوات الجمهور بتبقى حاجه عظيمه. نتمنى ان شاء الله دايما نبقى عند حسن ظن الساده المشاهدين والجمهور سواء في مصر او في الوطن العربي، عند حسن ظنكم واحنا موجودين بيكم وانتم الصناع الاساسيين لينا. ان انا مبسوطه قوي ومجله وات هابنز واضح ان في حبايبها كتير قوي من النجوم، حاسه ان انا في مهرجان بجد، ودايما يا رب مصر مليانه بالاحتفالات. دي حاجه بتسعد اي فنان ان هو يبقى فوت جمهور، يعني كل ما انت تبقى قريب من الجمهور ويبقى ده حق، يعني انت شايف مش 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 ناس زمايلك اصحابك حد بيجاملك، ففوت جمهور وده جمهور عربي، فدي حاجه بتخلي واحد سعيد وفرحان. يعني حاجه كويسه وجميله، واتمنى يا رب ان انا دايما اكون عند حسن ظن المستمع ويختارني كده واكرم دايما. الحمد لله الواحد تعب واشتغل واحترم التجربه اللي هو كان فيها واحترم الناس اللي كانت بتتفرج عليه، وكان بيحترم كل الناس اللي وثقت فيه، والحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا بتوفيق كبير. انا مبسوط النهارده الجائزه دي هي رقم 19 عند دور سيد قطب السنه دي في سيزون واحد، الحمد لله رب العالمين. اتمنى دايما يبقى في توفيق كبير دايما. يعني التكريم بيحطك في حته اللي انت لازم تبقى بتاخد بالك من حاجات هتعملها، بتاخد بالك من الشخصيات الادوار اللي انت بتعملها، بتحاول انت تبقى تحت حسن ظن الجمهور عشان ما يبقاش فاهم كده، خصوصا ان الجائزه النهارده استفتاء جماهيري يعني الوطن العربي. يعني احنا طول عمرنا بنأثر في الوطن العربي بالدراما بتاعتنا، احنا اعلى ناس في 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 الوطن. مصر طول عمرها معروفه من زمان قوي، من بدايه الدراما في مصر، واحنا اعلى ناس في الدراما وفي تسويقها وفي بيعها، فاحنا لا احنا نمبر 1 على طول الحمد لله.